الولايات المتحدة التي وسعت هجماتها في سوريا تتكل على عديد وعتاد عسكري مهم متمركز في الشرق الأوسط. يبلغ عدد الجنود الأمريكيين في المنطقة 35,000 عسكري، بينهم 15,000 في الكويت و7,500 في قطر و6,000 في البحرين و5,000 في الإمارات و1,000 في الأردن، الذي يضم أيضا عددا غير محدد من عناصر CIA يدربون المعارضين السوريين المعتدلين. أما في العراق فيوجد زهاء 600 عسكري أمريكي يعملون كمستشارين لدى الحكومة والأقراد. عشرات الطائرات الحربية تتمركز في المنطقة، بعضها على متن حاملة طائرات USS جورج بوش التي تبحر في مياه الخليج. ويستخدم الطيران الأمريكي قواعد متمركزة في الأردن والإمارات والكويت وفي قطر، حيث مركز القيادة الجوية الأمريكية المشرف على العمليات في 20 بلدا عربيا مجاورا، بالإضافة إلى أفغانستان. وفي جنوب تركيا، الدولة الحدودية على الشمال السوري، يتمركز 1500 جندي أمريكي في قاعدة أنجرليك للمراقبة الجوية. أما تكلفة العمليات الأمريكية منذ حزيران الماضي فتوازي 700 ملايين ونصف مليون دولار يوميا، لكن الخبراء يعتبرون أن الكلفة أكبر من ذلك وستبلغ عدة مليارات بعد عام على الحملة.